كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. القيمة المضافة لهذا المجلس هو أن هذا مجلس اللي حدث بموجب قانون. القانون ينص على أولا أنه المجلس ينجز واحد الوثيقة اللي هي ميثاق أخلاقية المهنة التي ستنشر في الجريدة الرسمية، بالإضافة أنه يعطيه صلاحيات فيما يتعلق بمتابعة احترام هذه الأخلاقيات. طبعا هناك عدد من الإجراءات عند الطبيعة الزجرية، لكن وهذا هو المهم، احنا سنصرف هذه الوثيقة في لقاءات، في منتديات، في منشورات، لأن الهدف ديالنا هو التحسيس والتعبئة والتوعية بالمعايير المهنية واحترام أخلاقيات المهنة. ونتمنى أن لا نصل أبدا إلى استعمال المواد اللي كاينة في القانون في المسائل الزجرية، لأننا احنا جسم واحد وكنحاولوا غادي نعملوا بالمرافقة ديال كل المعنيين على أننا نقوموا بدورنا مسؤوليتنا الاجتماعية ونطوروا الأداء المهني، ونتمنى ذلك. طبعا احنا فيما يتعلق بالتصريف بالخصوص الميثاق، ولكن كاين هناك أشياء كثيرة اللي هي المسألة ديال التكوين، واللي هي الموضوع ديال الدراسات، واللي هي الموضوع ديال الاقتراحات فيما يتعلق بالقوانين وغيرها. أكيد على أنه المجلس سيشتغل مع المهنيين سواء كانوا صحفيين أو ناشرين، وسيشتغل مع خبراء ومع منظمات حقوقية. لا يمكن للمجلس أن يؤدي أو أن فعلا يقوم بما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية دياله لوحده، يشتغل بشكل منعزل. المسألة غير ممكنة نهائيا. لذلك نجاح المجلس هو في أنه ينفتح على الجميع، وبأنه تكون هناك مرافقة ودعم من طرف المعنيين بالأمر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.